التي تندرج في إطار تعريف الرأي العام الوطني بأهم مطالب جهاز تفتيش الشغل بالمغرب ودواعي تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 8 يونيو 2024 ابتداء من الساعة 12 من منتصف النهار أمام مبنى البرلمان. وهذه باش تسلطوا اولا على معاناه ديال جهه تفتيش الشغل اللي هو كيسهر على امور اولا على يعني نفاذ القانون ثاني وحتى السلم الاجتماعي تحت المقاومه وهذا شنو نقولوا هذا 25 عام ولا 25 عام الجايه فهذه ان شاء الله كنبغيو من خلالها هو اننا نجيو لهذا الفقر البرلمان باش نقولوا للمشرع المغربي بان هذه المدونه الشغل لانها ورش من الاوراش اللي اليوم يعني الحكومه يعني سهره انها باش جودها راه المفتش الشغل يعني بالمكونات ديالو الثلاث راه هو اللي غادي يسهر عليها ولهذا باش يمكن هذا يعني هذا المفتش الشغل انه يوصل انه باش يمشي للمؤسسه انه في واحد الراحه في واحد الطمأنينه وانه كيشعر براسو انه محمي اولا قانونيا انه عنده واحد الراحه يعني ماديه خص الحكومه انها تتعامل بواحد الجديه مع هذا اولا المثل الرابط ديال هذه الجهه ويعني وهذه الوقفه هذه جات اولا تتويج لواحد المحطه يعني نضاليه قام بها الجهاز باكمله يعني بنقابته وبجمعيته والنقابه المستقله اليوم كتاثر هذا الشيء تقنيا وقانونيا واداريا هذه الوقفه ولكن جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل من النقابات ومن يعني من الجمعيه ومن جميع الموظفين في القطاع بانهم كلهم بحال اللي كانوا حاضرين يعني في الوقفه الاولى امام الوزاره اليوم هما كيقفوا امام البرلمان يعني كنا تقريبا واحد 350 ديال المفتشين اللي جاهم جميع يعني اقطار المملكه يعني من وجده من الداخله من طنجه من فاس من اكادير من بلاد من الرباط يعني جميع المدن يعني كانوا موجودين في ذاك الوقفه ان شاء الله حنا كنتوسموا خير اننا هذه الوقفه هذه يعني هذه حضروا لها جميع المكونات يعني ديال الجهاز عندنا مطالب واحده اننا يعني ولينا بعدين كل بعد على اننا نكونوا في واحد التفريقه ولهذا يعني كنحاولوا من خلال المنابر الاعلاميه اولا المشكوره هو اننا كنحاولوا نقولوا للحكومه شخص يعني اولا الوزير ديالنا شخص واحد الفارق الاداري اللي كنتفاوضوا معاه هو اننا واحد نخليكم واحد شويه الجديه اليوم هذه المدونه اللي كانت تخرج وهذا النظام الاساسي حتى هو يمكن هذه ناخذ واحد 20 سنه باش عاتاني يمكن ليه يعني يتجود ويمكن ليه انه مثلا يعطي واحد الاضافات هو اليوم يعني بالضروره خص الوزاره تكون واعيه بان كل شخص يتشرك يعني كل يعني جميع المكونات اللي كاينين في القطاع خصهم يتشركوا ولهذا باش نبقاو نتكلموا بمعايير الجديه وعدم الجديه فهذا الشيء يعني فات عليه الزمان وحنا اليوم كنطالبوا السيد الوزير انه يعني ان جميع الموظفين والجهات داك الشيء انه يراه هما يعني متكتين وراه ولكن خصو حتى هو واحد شي شويه انه يعني الحكومه خصها توعى كنقولها ثلاث مرات ان المشاريع ان شاء الله اللي قادم عليها المغرب ديال 2030-2035 راه خصها واحد المقاوله صحيحه، هذه المقاوله الصحيحه خصها واحد الاجير يكون داخل مرتاح فيها، وهذا الاجير شكون اللي غادي يمكن ليه يضمن ليه مثلا الحقوق ديالو واش انها منفذه ولا ما منفذاش، ولا واحد المؤسسه وصلت لواحد كيما يقولوا واحد النيفو يعني من تشريع الشغل راه هو وهو جهه تفتيش الشغل. واعتبارا للادوار المتميزه والطلائعيه التي تلعبها هذه الهيئه في بناء صرح الدولة الاجتماعية في مجالي الشغل والحماية الاجتماعية من خلال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الوقاية من المخاطر المهنية السهر على تحقيق حكامة العلاقات المهنية النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية كمقصد والتزام دستوريين قرارات السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام في ظل هذه الأوضاع وتلك المعطيات وبسبب الضبابية وعدم اليقين الذي يخيم على المفاوضات القطاعية والإقصاء غير المبرر للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل من الحوار القطاعي على الرغم من انفتاحه على المشهد التمثيلي بالقطاع والحديث في بلاغ رسمي صدر عن الوزارة الوصية بتاريخ 27 أبريل 2024 عن تنويه السيد الوزير بالهيئات التمثيلية الجادة في القطاع وكأن باقي التمثيليات غير جادة في تأطير وتمثيل الموظفين وما جاء فيه كذلك من تشكيل لجنتين تقنيتين دون التوقيع على اتفاق الإطار يضع الضوابط العامة لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي استجابة مع توجهات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وفي غياب أي عرض مالي
يضفي طابع الجدية على مسار المفاوضة وهو ما يؤشر على استمرار هدر الزمن الاجتماعي بوزارة الحوار الاجتماعي والذي بدأ منذ سنة 2022 بسلسلة من المناورات والتسويفات علما أن مؤسسات الحوار الاجتماعي القطاعي لو وضعت على سكتها الصحيحة منذ ذلك الوقت وتم ربطها بالحوار الاجتماعي الوطني منذ اتفاق 30 أبريل 2022 بتضمين محضره التزاما بمراجعة النظام الأساسي للهيئة ومرسوم الجولات خاصة أن دعم جهاز تفتيش الشؤون ظل حاضرا دوما في مؤسسة الحوار الاجتماعي. كانت أيام 30 نوفمبر 2023 وأيام 1 و4 دجنبر 2023 حملا للشارع. يوم 5 دجنبر 2024 خوض يوم إضراب وطني إنذاري. شن إضراب يومي 16 و17 يناير 2024 في إطار إعلان سنة 2024 سنة الغضب والاحتجاج. تسقيف عدد الزيارات المراقبة في 5 زيارات وعدم إدخال معطيات إلى النظام المعلوماتي شغلكم ابتداء من 25 مارس 2024 ومقاطعة تدبير نزاعات الفردية والجماعية ابتداء من فاتح أبريل 2024.